السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. مع حضراتكم في رحلة جديدة، حلقة جديدة من المساء مع القصواء. كل أسبوع بنقابل حضراتكم وبنلتقي معاكم في رحلة ثقافية، بنحاول إن احنا نقف في محطات كتيرة جدا، ننوع المحتوى بتاعنا، وبنحاول إن احنا نضغط المحتوى بتاعنا قدر المستطاع عشان نعملها مجلة ثقافية تلفزيونية. يعني الناس اللي ما بتحبش تقرأ فتسمعنا كده وكل أسبوع يبقى في محطة بينا وبينهم أو يبقى في لقاء بيننا وبينهم، يكتسبوا قدر من المعرفة كافي يقدروا يبنوا عليه حاجات تانية. الناس اللي بتحب تقرأ كمان بنفتح معاهم أبواب جديدة، بنطرح طرح مقتضب ومختصر لكن عميق، وبنحافظ على الشكل العام للمادة العلمية أو الثقافية والأدبية اللي بنقدمها لحضراتكم عشان نفتح معاكم أبواب جديدة وننوع في الثقافة بتاعتنا فتكون ثقافة موسوعية. الناس اللي ما بتحبش تقرأ بدعوهم دايما للقراءة، وبفكر حضراتكم إن القراءة الورقية بتفتح معانا أبواب كتير. الورق، الناس اللي بتحب الورق والطريقة الكلاسيكية في القراءة هي الأقرب لقلبي ولقلوب كثير من القراء، إن لم يكن كل من يقرأ يحب الورق. وبالمناسبة حتى مع أشد درجات أو أقصى درجات التطور التكنولوجي والثقافة الإلكترونية وكل الحاجات دي، بيفضل برضو الكتاب صديق الإنسان، الكتاب الممسوك في الإيد والكتاب اللي موجود في إيدك والورق اللي موجود في إيدك بيفضل هو الأقرب للقلب وبيفضل هو الأكثر قدرة على تدفئتك ومؤنستك. يعني حضرتك بتتونس بالورق، فاللي بيتعلق بحب الورق وبيتعلق بحب الكتاب ده بيبقى بالنسبة له حاجة مادية ملموسة بتتحول مع الوقت إلى شغف، فبيبقى تحول بعد كده إلى تعلق. وبالتالي القراءة الإلكترونية مفيدة، سريعة، بتنجز، بتعمل حاجات كتير، ولكن العودة إلى الكتاب والورق هي دائما الأكثر قدرة على صناعة شغف الإنسان. بفكر حضراتكم بالمحتوى بتاعنا، بنعدي معاكم محطات كتير وبنقف معاكم في حاجات كتير. النهارده هروح معاكم ما بين الغرائب والصور والعلوم. العلوم النهارده هنطلع معاكم بره في الفضاء الخارجي، وبعد كده هنروح معاكم لتاريخ مصر القديمه، طبعا التاريخ العالمي. محطاتنا كلها اداب، فنون، علوم، تاريخ، جغرافيا، ثقافه، جيولوجيا، كل الحاجات اللي تتخيلوها بنحاول ان احنا تكون موجوده معانا. من الغرائب والعلوم نروح معاكم لاغنيه المساء، والنهارده هنقف معاكم في وقفه هتكون لطيفه جدا، وبعد كده هنروح مع حضراتكم لتشارلز ديكنز في فقرة الكتاب. تشارلز ديكنز هيكون معنا النهاردة رحلة عن هذا الرجل. وتشارلز ديكنز بالنسبة للناس كتير جدا، كل واحد بيحب له نوع معين من الأعمال، عنده حاجات كتير مشهورة أقربها يمكن لقلبي أو لعقلي أو توافقا مع تطلعاتي الثقافية والمعرفية كانت قصة مدينتين. قريتها زمان وكانت بالنسبة لي فيها جمل رنانة وفيها يعني نوع من العدالة الإنسانية كبير جدا والعدالة الاجتماعية أيضا، وفيها جمل تعبيرية تصلح لكل الإسقاطات الثقافية والاجتماعية وغيره. النهاردة هنوقف مع تشارلز نعرف حكايته إيه، ليه هذا الرجل ذائع الصيت بالشكل ده، ليه بيمثل واحد من أهم الأدباء الإنجليز في التاريخ العالمي كله، ليه استطاع أنه ينوع حياته، تجربته كانت شكلها إيه، والإثراء الثقافي والمعرفي والأدبي اللي قدمه للعالم وللإنسانية كان شكله إيه وكان مختلف إزاي. بعد كده هنوقف مع حضراتكم مع الفنان المصري القدير الأستاذ محمد عبد المعطي. وأستاذ محمد واحد من الفنانين اللي نقدر نقول بدرجة قدير بامتياز، لأنه استطاع أنه يتنقل بين محطات مختلفة، مسرح ودراما وسينما وكل ما يمكن الإبداع فيه في إطار الفن والموهبة التمثيلية والإبداعية والرؤى الفنية، ولكن كلها كانت بنفس الشغف، بنفس الإخلاص، وبنفس الجدارة والإتقان. النهاردة هنشرف بوجوده معنا ونسمع رحلته ومحطات مختلفة فيها، ونركز دايما في الحوارات اللي بنجريها هنا بتكون مختلفة، لأن احنا بنركز على الرحلة الإنسانية، ثقافة الضيف اللي موجودة عندنا ممكن نستفيد منها ازاي، وممكن ازاي تكون رسالته ملهمة للآخرين وتنشر ثقافة إنسانية نحافظ عليها من خلال هذه اللقاءات ومن خلال الرسائل اللي موجودة بين السطور أو بين الجمل اللي بتقال في الحوار. خلينا نروح مع حضراتكم بقى للبداية ومعانا ايه. طيب نبدأ معاكم على طول، عندنا واحنا بنتابع كده الحركة الأدبية والثقافية والفنية والمعرفية أيضا، هنقف معاكم عند المهرجان القومي للسينما المصرية، وبنتكلم عن الترتيبات النهائية لهذا المهرجان لإعلان جوائز الدورة 23 واللي منتظر أنها تكون خلال أيام. طيب هنعرف التفاصيل كلها من رئيس المهرجان القومي للسينما الناقد السينمائي الأستاذ كمال رمزي. أستاذ كمال منور الدنيا كلها، وأهلا بحضرتك في المساء. أهلا بيك يا أستاذ، أهلا بيك.
خليني اعرف من حضرتك اخر المستجدات والتفاصيل. اتفضل حضرتك، يعني ايه ناخد اهم المعلومات والحاجات اللي حضراتكم توصلتوا لها وتوقفتوا عندها في الايام الماضيه. لجنه التحكيم شهدت جميع الافلام، وهي كانت مكونه من قسمين، قسم بيحكم الافلام التسجيليه والروائيه القصيره والتحريك، ده قسم، والقسم الاخر الافلام الروائيه الطويله. الافلام الروائيه الطويله رئيس اللجنه الكاتب القدير والمخرج المتمكن بشير الديك. اما جائزه لجنه الافلام القصيره والافلام التسجيليه فالاستاذ الكبير ابراهيم الموجي، شاهدوا جميع الافلام وكتبوا النتائج بتاعتهم، وهي في تقديري نتائج شديده الانصاف، وتعتبر دفعه قويه جدا للسينما المصريه اللي هي توقف مهرجانها من اكثر من سنتين. السنه الاولى لغياب المخرج الكبير الراحل سمير سيف، والسنه التاليه شأن كل السينمات في العالم بسبب جائحة كورونا، ما كان الإنتاج أقل، العروض أقل، ومفيش تجمعات بشرية، وبالتالي تم تأجيل المهرجان إلى هذا العام اللي يعتبر حوالي 3 سنين بتبقى في مهرجان واحد. الحمد لله النتائج منصفة، ولم يفت المهرجان انه يصدر 3 كتب عن 3 من اهم فنانينا، كتاب عن المصور الكبير سمير بهزان، وكتاب اخر عن واضع الموسيقى التصويريه ومؤلف الموسيقى التصويريه هاني شنوده، وكتاب ثالث عن لطفي لبيب. كتب هذه الكتب مجموعه ثمينه من النقاد، محمد الشربجي، سمير بهزان، ناهد صلاح، هاني شنودة، ماهر زهدي، لطفي لبيب، زائد كتاب رابع مهم كتبه أحد كبار نقادنا عن أو يعني بعنوان الخالدون حسن الإمام. الأربع كتب يصدروا خلال توزيع الجوائز، وبعد ما ينتهي توزيع الجوائز يوم الثلاثاء إن شاء الله 23 هيبدأ عرض الأفلام الفائزة في قاعات الأوبرا ابتداء من يوم الخميس، 6 أيام سيشهد الجمهور مجموع الأفلام الفائزة في هذا. يعني عندنا عروض هتتعمل يا فندم؟ أيوة طبعا، في الظروف بتاعة الاحتياطات اللازمة، عدد الجمهور هيبقى أقل، والتباعد الاجتماعي هيبقى متوفر ان شاء الله. طيب ده شيء جميل جدا. طب لو قلت لي حضرتك اهم الافلام والنجوم والمشاركين في المهرجان سريعا كده. طبعا انا ما يعني مش هقدر اعلن النتائج، وان كان يسعدني مع الاستاذه قصواء ومع البرنامج الجميل بتاعك ان يعلن فيه اسماء الافلام الفائزه، ولكن اللي أنا أقدر أقوله أن اللجنتين كانوا على درجة كبيرة جدا من النزاهة، لم يلتفتوا إلى ضخامة الأسماء أو يعني سيرة النجوم أو يعني كانت المعايير فنية تماما، ولذا هيبقى في مفاجآت ربما في النتائج، أن بعض الممثلين اللي لم تطبق شهرتهم الافاق هم اللي فايزين بالجوائز المتميزه في المهرجان. والحقيقه يعني انا شفت هذه الافلام وفوجئت بمستوى رفيع جدا في الاداء التمثيلي، بحيث ان ايه لم يكن هناك انبهار باسماء النجوم، ولكن احترام للقدرات والطاقه الخلاقه عند هذا الممثل وذاك، ونتائج في تقديري انها نتائج منصفه الى ابعد درجات. اه
أهديت هذه الدورة إلى الراحل سمير سيف يا فندم، مش كده؟ أيوه ده صحيح. بحيي حضرتك يا فندم، وبحيي كل من اتخذ هذا القرار في ثقافة يعني رفيعة من حضراتكم، وليس بجديد ولا غريب عليكم، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله، وهنتابع مع حضراتكم، وتذهب الجوائز بإذن الله في ثقة كبيرة في حضراتكم إلى من يستحقها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ضيفي الناقد السينمائي الكبير أستاذ كمال رمزي، نورتني شكرا جزيلا، رئيس مهرجان القومي للسينما. طيب احنا خلاص كده وصلنا للموضوع، 23 الثلاثاء عندنا مجموعة من الجوائز سيتم تسليمها، عندنا أسماء يعني ما نقدرش نقول النجوم الكبيرة الانتشار، لكن عندنا أسماء تستحق هذه الجوائز، وعندنا أيضا عروض هتكون جماهيرية متاحة عشان الناس اللي عايزة تشوف الأفلام والحاجات الحلوة اللي هتكون موجودة إن شاء الله، وطبعا بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية في هذه الظروف اللي بنعدي بيها صحيا في العالم كله. خلينا نقول لحضراتكم النهاردة بقى معنا إيه في الغرائب سريعا بعد هذه الوقفة الفنية الثقافية الخبرية. أيضا نروح معاكم لهذه الوقفة، وسنذهب معكم إلى كتاب في الغابة، في الغرائب طبعا النهاردة، والغرائب بنلف معاكم الدنيا في محطات مختلفة. في الغابة عوالم مرئية ومادية لتاريخ الإنداماانيس. طيب هذا الكتاب موجود ومتاح على الانترنت، صدر سنة 2009، هيكون مع حضراتكم هذا الغلاف، والكاتب اللي كاتبه هو فيشفاجيت بانديا. ده الغلاف بتاع الكتاب، موجود الناس اللي بتشتري النسخ الإلكترونية هيتلاقوا فيه حاجات غريبة وملفتة لحضراتكم، وهيكون فيها محطات هتستغربوا انه ده موجود في العالم الحديث، لانه راصد الموضوع في محطات مختلفة، واكملنا كمان القصة اللي جبناها لحضراتكم النهاردة بالمستحدثات اللي حصلت في الموضوع اللي احنا هنطرحه لحضراتكم. طيب هنروح معاكم الى منطقة، سنذهب معكم الى هنجيب معكم على الخريطة حالا، سنذهب معكم الى تايلاند وقبالة السواحل التايلاندية، وفي مجموعة كده من الجزر اللي موجودة هتلاقوا في جزيرة صغيرة جدا قدام حضراتكم كده موجودة على الخريطة اهي، هذه الجزيرة بيطلق عليها نورث سنتينيل. نورث سنتينيل الجزيرة قدام حضراتكم اهي، ونقدر نقول انها تقريبا مساحتها 60,000 كيلومتر، واحدة من الجزر الموجودة في خليج البنغال او البنغال. طيب الجزيرة دي ده التصوير بتاعها بالأقمار الصناعية. طيب القصة بتاعتها ايه وحكايتها ايه وليه مهمة؟ شايفين حضراتكم ظهور الجزيرة شكله ايه؟ غابات كثيفة جدا جدا، يعني ما تقدرش تشوف حاجة بدقة من فوق داخل هذه الجزيرة. كمان الحرم المحيط بالجزيرة هو حرم صعب شوية بحريا، لأنه ممتلئ بالشعاب المرجانية اللي هي حادة وغليظة ومرتفعة جدا، وتعيق حركة الرسو على اي ميناء يكون قريب، او ان انت ما تقدرش توصل لشاطئ الجزيره الا بقوارب صغيره وحاجات زي كده، يعني ما تقدرش يكون في رسو كبير على سواحل هذه الجزيره، والغابات مظلمه وكثيفه زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. طيب دي صور طبعا ملتقطه من بعيد جدا، لان لا احد يجرؤ على الاقتراب. القصه ايه؟ القصة إن هذه الجزيرة بيسكنها ناس، طبعا هي اسمها نورث سنتينيل، فاللي بيسكنوها قبيلة هم أطلقوا عليها اسم السنتينيلز، وبيقولوا عليهم بيتحدثوا اللغة السنتيليسية، لأن كل حاجة مرتبطة باسم هذه الجزيرة. مش هتلاقوا صور ولا أي دلائل عن واقع هذه الجزيرة إلا بالأقمار الصناعية أو بالرصد العلوي أو بالطائرات اللي رصدت هذه الجزيرة. نبدأ منين بقى الحكاية؟ نبدأ إن الجزيرة دي من شدة العزلة اللي موجودة فيها ومن شدة خصوصيتها، في مجموعة من السكان وفي قبيلة اللي هم السنتينيلز اللي ساكنين فيها، نبدأ نقول إن الناس بدأت تتعرف عليهم من فترة طويلة. أول تعارف عليهم كان في عام 1880. 1880 كان المناطق المحيطة بقى بنتكلم فيه وجود بريطانيا في المنطقة، وبنتكلم فيه محاولات البحث في شؤون هذه الجزر والاطلاع العلمي والثقافي والفكري والمعرفي على سكان كل منطقة من المناطق المحيطة بهذا الحرم أو بهذه المنطقة. بدأوا يبحثوا في طبيعة البشر اللي ساكنين في الجزر المختلفة، لحد ما جه ضابط بريطاني قرر إنه اسمه موريس بورتمان، قرر إنه ينزل على هذه الجزيرة ويحاول يتواصل مع الناس اللي موجودة. ليه كان ده قراره؟ لأن الموضوع كان ملفت، لأن الجزيرة كان صعب الوصول ليها، وكان أي حد بيحاول يقترب منها كان في خطورة شديدة عليه. ليه؟ لأن السكان شديدي العدم
العدائية والتطرف والعنف في التعامل مع أي حد بيفكر يقترب منه. أي واحد بيقرب من الشواطئ بيتم قتله فورا وجثته بتختفي. أي مركب بتحاول تقرب بيتم الاعتداء عليها فورا. أي قارب أو صيد أو أي حد بيقرب للمكان ده بيتم التعامل معاه بعنف وحدة شديدة جدا. والسكان أو قبيلة السنتينيلز اللي ساكنين في المكان ده والمقيمين في الجزر في الجزيرة بالغابات الصعبة اللي جواها والمنطقة الصعبة والدواخل بتاعتها المخيفة عندهم قدرة ودموية وعنف شديد جدا مع أي غريب بالنسبة لهم هو جاي يعتدي عليهم، فكانت محرمة. فقرر الضابط ده ومجموعة معاه إن هم يوصلوا للسكان ياخدوا منهم يعني ناس من هناك ويبدأوا يتعاملوا عارفين حدوتة طرزان إن هم يقدموهم إلى العالم والمجتمع ويعرفوهم على المستحدثات اللي كانت موجودة سنة 1880 ويبدأوا يتعاملوا معاهم. خدوا اتنين من الأزواج الكبار في السن قدروا إن هم يوصلوا للمكان، خطفوهم من على الشواطئ، خدوهم وخدوا 4 أطفال. اتحركوا بالأطفال وبالزوجين اللي موجودين معاهم، وصلوا لنقطة تانية من نقطة لأخرى لحد ما وصلوا لمكان بعد 3 أو 4 أيام بدأ الزوجين المسنين يمرضوا ومات الزوجين. هنا انتبهوا الحاجة إن المناعة بتاعة سكان هذه الجزيرة ما وصلهاش الأمراض اللي مستحدثة أو الحديثة والمعاصرة اللي كانت موجودة في الوقت ده، وبالتالي ممكن تكون مناعة الأطفال بالشكل ده. خافوا على الأطفال إنسانيا ورجعوا الـ4 أطفال، سابوهم على شاطئ الجزيرة وهربوا بسرعة قبل ما يتمسكوا. دي كانت الواقعة الأولى لمحاولة الوصول إلى الجزيرة، وتم التعامل وهم ماشيين بعنف شديد معهم. بعد كده وصلنا لسنة 1896، ودي تاني واقعة. ايه الواقعة؟ كان في شخص مدان في جزيرة مجاورة، كان يعني بحكم انه مدان بأحكام وموضوع فيه سجن وهرب من الجزيرة اللي هو فيها، وقدر انه يوصل لشاطئ هذه الجزيرة سباحة، فاكر بقى ان حد هيساعده ويدعمه. لما مجرد ما لقوا هذا الشخص تم الاعتداء عليه وتم قتله فورا، وبالتالي بدأ ينتشر اكتر انه اي حد بيقرب للمكان بيتم قتله، واكتشفوا بعد كده انه مصاب بسهام ويعني يتعرض لعملية قتل عنيفة. بعد كده نوصل لسنة 1967، دي كانت المحاولة الثالثة للتواصل مع الناس اللي هناك، وكانت عنيفة جدا لأن مجرد الاقتراب من الشواطئ بدأ يطلق عليهم سهام وبدأ يتعرضوا لحاجات حادة وعنيفة ويتم ضربهم وانتظارهم والتلويح ليهم وحاجات زي كده، فقرروا إن هم ما يتعاملوش مرة تانية، وده كان من خلال الحكومة الهندية اللي بتخضع ليها هذه الجزيرة. طيب المجموعة الباحثة اللي كان أو الباحثين اللي كانوا رايحين سابوا الحاجات اللي جات معاهم على مقربة أو على شاطئ الجزيرة ومشوا بسرعة لحد ما جينا لفريق من ناشونال جيوغرافيك قرر إنه يروح ويذهب إلى التصوير بقى والمغامرات والحاجات الجميلة دي على شاطئ هذه الجزيرة. تعرضوا لمحاولات عنيفة للصدام بيهم والاصطدام بيهم ومحاولات قتل وحاجات زي كده، فخرجوا وقرروا إنه لا عودة ولا مساس بهذه الجزيرة لحد ما جينا سنة 2006، ودي ثالث حاجة أو رابع حاجة تكون موجودة. طبعا ناشونال جيوغرافيك التقطوا صور من فوق، هي الصور اللي بقت موجودة، والطيران اللي بيتحرك بيلتقط صور علوية ما فيش تفاصيل أكتر من حضراتكم شايفينها. دي كل الصور اللي موجودة، غابات، قرد قاعد على شجرة أو شخص بيبص من مكان أو بعض الناس اللي موجودين في يعني بعض الفجوات كده اللي بين الأشجار بيتم التصوير، حاجة غامضة وغريبة جدا. سنة 2006 وما حدث في 2006، اثنين من الصيادين الهنود، واحد اسمه سوندر والتاني اسمه باندنت، قربوا وقرروا قالوا يمكن لما نقرب كده نعرف نتعامل مع الناس اللي هناك، لكن ناموا في القوارب بتاعتهم، المية حدفتهم والأمواج حدفتهم إلى مصيرهم المحتوم يعني والسيء. وصلوا هم نايمين إلى شواطئ الجزيرة، استيقظوا فوجدوا أنه بيتم يعني القبض عليهم من خلال السكان، وتعرضوا هم كمان لحادثة مروعة، وطبعا حاولوا خفر السواحل أن هم يستلموا الجثث بتاعتهم، لكن كان في صعوبة بعد قتلهم، وخدوا الجثث وأخفوها مع الجثث اللي بياخدوها داخل الجزيرة. آخر وقعة كانت هي اللي ملفتة جدا واللي حطت بقى حدود للتعامل مع هذه الجزيرة، كانت الواقعة دي سنة 2018،
شاب من المغامرين امريكي الجنسيه. سمع طبعا دي صور برضو ايه كلها لقطات من فوق من بعيد بيشوفوا شكل الناس دي ايه. طبعا حياه بدائيه جدا، سهام اي طياره يشوفوها يضربوا عليها سهام، وبيقدروا يضربوا لمسافات عاليه جدا، اي حد يحاول الاقتراب بيضربوا السهام بشكل دقيق وحاد جدا. هذا الشاب اسمه جون إيلين تشاو. جون إيلين مغامر امريكي وصل لجزيره قريبه منهم، أقنع مجموعة من الصيادين بفلوس ورشاوة وحاجات زي كده، دي صورته، أنه هيذهب إلى هذه الجزيرة ويبدأ يتعامل مع الناس ويصورهم من جوه، تبقى دي بقى أشهر مغامرة في حياته. الصيادين قالوا له بلاش، قال لهم لا لازم أروح يا سيد بلاش، قال لهم لا أنا لازم أروح، فقرر قالوا له ماشي، خدوا منه الفلوس الصيادين اللي في الجزر المجاورة، قربوه لأقرب نقطة وبقى ياخد القارب الصغير يقرب للشواطئ ويكتشف. قرب أول مرة كان في مجموعة من السيدات واقفين، طبعا الصيادين واقفين على مسافة طويلة جدا، وهو اللي اقترب بدأ يتكلم معاهم ويقرب منهم. فجأة ظهر الرجال اللي موجودين في القبيلة في هذه الجزيرة وحاولوا يقتلوا هذا الشاب، فرجع هذا المغامر الأمريكي بسرعة وقدر أنه يوصل للصيادين. قالوا له ما تروحش تاني وكفايه كده، قال لهم لا هعمل محاوله تانيه بكره. تاني يوم برضو ودوه نفس النقطه، فراح وقرب قدر انه يعني يقترب، ولكن اتفاجئ برضو بدرجه من العنف وكانوا هيمسكوه فعلا، يعني تراجع ورجع للنقطه. تالت مره قالوا له احنا بنقول لك ما تروحش لان خلاص دول عارفين انك متابعهم في تربص كبير بيك، ولكنه عاند وصمم والمغامره كانت شغلاه فاقترب، ولكن قدروا ان هم يمسكوه، وبالفعل تم قتل هذا الشاب واخذت جثته. حاولت الحكومه الهنديه انها تجيب جثه هذا المغامر الامريكي لكن فقدت الجثه وما قدروش يدخلوا داخل الجزيره، وحطوا حرم للتعامل والمرور بجانب الجزيره 6 ميل في البحر، على دايره كده 6 ميل من الجزيره ممنوع الاقتراب بسبب واحده من الوقائع اللي يعني هزت الراي العام حتى في الولايات المتحده الامريكيه، وكان في مطالبات انه نجيب الجسد والجثه، لكن الحكومه الهنديه قالت لهم لا ما فيش احنا مش قادرين ندخل، اللي قادر يروح يجيب الجثه يجيبها، وبالتالي الموضوع انتهى على هذا الأمر. لكن فضل هذه الجزيرة نورث سنتينيل واحدة، طبعا الأخبار بقى العالمية وحاجات زي كده اتنشرت، واحدة من الحاجات الغريبة اللي موجودة ممنوع الاقتراب منها حتى اليوم، ليها طبيعة خاصة، مناعتهم ضعيفة جدا، حياتهم غامضة، محدش عارف بياكلوا ايه وبيشربوا ايه، لدرجة انه بيعدي تسونامي ويعني عوامل بحرية وحاجات كتيرة على هذه الجزيرة، المفروض انها الناس اللي فيها تموت لكن موجود فيها حياة، ولكن حياة شديدة الغموض والسرية. دي القصة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم النهاردة، هذه الجزيرة من كتاب في الغابة عوالم مرئية ومادية لتاريخ الأندا مانيس، وصدر سنة 2009. من الحكايات الغريبة نروح مع حضراتكم على طول، واحنا بنتكلم بقى على التصوير العلوي والتصوير الفوقي والحاجات دي، نروح معاكم لعلوم المساء مع قصوى والوقفة. النهاردة هتبقى مع الفضاء، بنتصور من الفضاء والعالم يراقب من الفضاء والصعود إلى الفضاء، واتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن الاتحاد السوفيتي وروسيا الحالية بإطلاق سبوتنيك 1، هذا القمر الصناعي، وأزمة سبوتنيك اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه إزاي هما يسبقونا يعني وإحنا ما نروحش، قصة كده كنا حكيناها تاريخيا بأبعادها كلها مع حضراتكم. النهاردة رصدين لحضراتكم حكاية من أهم الحكايات اللي بتحكم حياتنا دون الشعور بيها، بتصنع التوازنات على الكرة الأرضية السياسية والاقتصادية وغيرها من أمور دون أن نشعر، الأقمار الصناعية التي تراقبنا من السماء أو من الفضاء. ما هي الأقمار الصناعية؟ تركيبتها وقصتها وحكايتها وتاريخها رصدينها لحضراتكم في علوم المساء مع قصوى. رغم صغر حجمها فإنها تعد عنصرا مهما في صميم الثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين، إنها الأقمار الصناعية. تلك الآلات التي صنعها الإنسان ليطلقها إلى الفضاء لتقوم بالعديد من المهام والأغراض المتباينة في المجالات كافة، مدنية كانت أو عسكرية أو استخباراتية. وبحسب كتاب تقييم الجفاف للكاتب أرنر جارد،
يعد الاتحاد السوفيتي هو صاحب السبق الأول في تصنيع الأقمار الصناعية، حيث أطلق قمره الصناعي الأول سبوتنيك 1 عام 1957 لغرض علمي هو تحديد كثافة طبقات الغلاف الجوي المرتفعة من خلال قياس تغيرها المداري، وكذا تقديم بيانات عن توزيع الإشارات الراديوية في طبقة الأيونسفير، أو هكذا بدأ الأمر، حيث أحدث نبأ إطلاقه هزة كبيرة داخل الولايات المتحدة عرفت باسم أزمة سبوتنيك، وليبدأ بعدها تنافس شديد الحدة فيما بينهم، وذلك بعد إطلاق الأمريكيين عام 1958 قمرهم الأول إكسبلورر 1 رداً على ما فعله السوفييت. وبتوالي السنوات بدأت دول العالم الباقية بدخول ذلك المضمار، حتى وصل عدد الأقمار التي لا تزال قيد التشغيل في وقتنا الراهن إلى أكثر من 3300 قمر تراقب الكوكب من الفضاء في صمت. ورغم تعدد أشكال الأقمار الصناعية وتصميماتها، فإنها تشترك جميعها في مكونات أساسية، بدءا من هوائي لإرسال المعلومات واستقبالها، ومصدر للطاقة مثل البطاريات أو اللوحات الشمسية التي تعمل على تحويل الطاقة الضوئية الناجمة عن الشمس إلى طاقة كهربائية تشغل القمر الصناعي، وكذلك جزء آخر للتحكم فيه، إضافة إلى حمولة لجمع المعلومات مثل كاميرات أو كواشف للجسيمات وغيرها من تفاصيل دقيقة يحتويها لتساعد في مهمته الدقيقة. كذلك تنقسم خدمات الأقمار الصناعية غير العسكرية إلى ثلاثة أقسام أساسية، أولها الخدمات الثابتة التي تتعامل مع مئات المليارات من مهام نقل الصوت والبيانات والفيديو عبر جميع البلدان والقارات بين نقاط معينة على سطح الأرض، وثانيها خدمات الأنظمة المتنقلة المعنية بربط المناطق النائية والمركبات والسفن والطائرات والأشخاص في تمركزات محددة بأجزاء أخرى من العالم، وثالثها خدمات البحث العلمي التي توفر معلومات عن الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد وغيرها من تطبيقات البحث العلمي المختلفة مثل علوم الأرض والبحار وأبحاث الغلاف الجوي. وهذا مجمل مهماتها أو ظاهرها وليس كل حقيقتها. كما تتعدد أنواع الأقمار الصناعية بحسب الغرض منها، مثل الأقمار الصناعية الفلكية التي تستخدم لرصد الكواكب والمجرات البعيدة، وأقمار الاتصالات والبث التلفزيوني، وأقمار المراقبة الأرضية المخصصة للاستخدامات غير العسكرية مثل متابعة الأحوال الجوية ومسح الأراضي وصنع الخرائط، والأقمار الملاحية لتمكين أجهزة الاستقبال المتنقلة على الأرض من تحديد موقعها الدقيق، وكذلك الأقمار الاستطلاعية المستخدمة في التطبيقات العسكرية والاستخبارية. وبحسب آخر الإحصاءات، تحتل الأقمار الصناعية المخصصة للأغراض التجارية المركز الأول، تليها العسكرية والحكومية والمدنية، وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول امتلاكا لها بما يقارب 1900 قمر، تليها الصين في المرتبة الثانية بأكثر من 400 قمر، ثم روسيا في المرتبة الثالثة ب 176 قمرا، حيث تقع أغلبها في مدارات أرضية منخفضة تتراوح ارتفاعاتها ما بين 160 إلى 2000 كيلومتر، والباقي موزع على مدارات متوسطة أو بيضاوية أو مدارات استوائية ثابتة، وهي المناسبة للأقمار المخصصة للاتصالات والتجسس. وفور وصول أحد الأقمار الصناعية إلى نهاية عمره الافتراضي، ينص البروتوكول على نقله بعيدا ليحل محله قمر صناعي جديد. ورغم الصراعات والخلافات السياسية على سطح الأرض، فإن الأقمار الصناعية لم تسلم منها في الفضاء، فمع بدايات الألفية الجديدة تعرضت العديد من الأقمار العسكرية للعديد من عمليات الاختراق من بعض المنظمات المسلحة للاستحواذ على ما بها من معلومات سرية، كما حدث التطور النوعي في مجالات الأسلحة لاستهدافها، حيث نجحت العديد من الدول في إجراء تجاربها لإسقاط الأقمار الصناعية الموجودة على مدارات منخفضة باستخدام الصواريخ الباليستية، كما حدث العديد من التصادمات حيث تحطم أحد الأقمار الروسية عام 2013
بعد اصطدامه بحطام فضائي نتج من بقايا اختبار مضاد للأقمار الصناعية أجراه الصينيون عام 2007، إضافة إلى تعرضها للعديد من عمليات التشويش بواسطة أجهزة الإرسال الأرضية. ونتيجة للزيادة المتوقعة مستقبلا في أعداد الأقمار الصناعية، فيخشى العلماء من زيادة في حجم التلوث المداري الناجم عن حطامها، حيث تدرس وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والعديد من الكيانات الأخرى المتخصصة العمل على اتخاذ تدابير لتقليل كمية الحطام المداري، حيث قدمت العديد من الأفكار إما باستخدام شبكات للالتقاط في الفضاء وإما بدفع رشقات هوائية لإخراجها من المدار لمحاولة تقريبها من الأرض، في حين يفكر البعض الآخر في إعادة تزويد تلك الأقمار بالوقود لإعادة استخدامها مرة أخرى حتى لا يتسبب حطامها وتوجهاتها في الفضاء في كوارث كبرى. لكن تبقى في النهاية الأقمار الصناعية ثروة كبرى وتقدما علميا لا نظير له، وسلاحا ذا حدين يتجسس ويراقب ويصنع توازنات الأرض من الفضاء. سريعا الى صوره المساء، ودايما اقول لحضراتكم اهتمامنا بالصور هو سر، يعني فكره ان الصوره بتصنع الحدث والصوره بتوثق الحدث، الصوره بتغير التاريخ وتغير التوازنات في الحياه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه. ممكن صوره يتخذ عليها قرارات واجراءات وتتغير عليها خرائط ايضا بسبب الصوره. وفكركم دايما بزوايا التقاط الصوره وحرفيه التقاط الصوره بيصنع حاله مختلفه للمشهد اللي بيكون موجود، اما انه قد يصنع مشهد أضخم أو قد يقزم هذا المشهد أو هذا الحدث. النهاردة عشان ما نروحش معاكم بعيدا عن التاريخ، بنحاول دايما يكون التاريخ موجود في محطتنا ونمشي معاكم في رحلات الحروب العالمية والحركة العسكرية في العالم والحركة السياسية في العالم. وزي ما بقول لحضراتكم دايما الحرب العالمية الأولى والثانية وما كان فيها وما جاء بعدها وما تخلف عنها سبب عالم جديد وصنع عالم جديد. امبارح اتكلمنا عن مؤتمر يالطا وكيف كان مؤتمر يالطا هذا الكبار تحكموا في العالم وخريطة العالم الجديد، وكل القصص اللي اتكلمناها امبارح ممكن حضراتكم ترجعوا ليه تسلسل الموضوع في الفقرات المختلفة. النهاردة هنروح مع حضراتكم لصورة من الصور اللي يعني فيها إنسانية ومعاناة، وبتشرح إزاي الدول لما بتقسم ولما بترضخ تحت يعني ما يسمى بالاحتلال أو ما يقارب الاحتلال، ولما بتدار من غير أبنائها ولما بتتعرض للحروب والمجازر وغيرها من أمور بتدمر هذه الدول، كيف بيتحول المجتمع وكيف بيعاني الفرد في أبسط الأمور اللي ممكن تكون موجودة في حياته زي حقه في الزواج أو الارتباط أو الحب وغيرها من أمور إنسانية بسيطة جدا بتتحول حتى هذه الأمور إلى معاناة بعد ذلك. القصة النهاردة جايبينها لحضراتكم بعنوان الهروب وتضحية الأم، وعن جدار برلين الذي قيد الزواج والحب في أوروبا. بعد مؤتمر يالطا وبعد كل اللي ترتب على هذا المؤتمر، وبعد ما وصلنا أنه ألمانيا طبعا كنا قلنا أنها تم اتفاق على تقسيمها 4 أجزاء، بعد كده تحولت إلى ألمانيا الاتحادية وألمانيا الديمقراطية. الجزء الديمقراطي قلنا أنه بنتكلم عن الجانب السوفيتي والجانب الآخر بيدار من الكتلة الأخرى، وبعد شوية تحول المشهد إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبرلين الشرقية وبرلين الغربية، وصلنا إلى إقامة جدار برلين الشهير الذي أطلق عليه جدار العار وجدار المهانة والمذلة. وجبنا لحضراتكم قبل كده محاولات الهروب أو العبور من هذا الجدار قد إيه كانت صعبة ومؤلمة وكان فيها حالات وفاة، وجبنا لحضراتكم انهيار هذا الجدار. تكلمنا أنه ألمانيا بعد كده توحدت بعد انهيار هذا الجدار، بنتكلم على سنة 90-89 بدء الانهيار والهدم، وبعد كده 90 بنتكلم على بدايات توحد ألمانيا أو توحيد ألمانيا. طيب دي القصة التاريخية. على هامش القصة بقى سنة 63 كان في مهندس شاب لطيف كان بيشتغل في ألمانيا الشرقية وهو مقيم في برلين، في برلين الغربية وبيشتغل في برلين الشرقية. الجدار والمحطات العبور اللي كانت موجودة فيه لازم تعدي بوثيقة سفر وترجع، فهو كان بياخد تأشيرة، شوف جوه بلدك وبتاخد تأشيرة عشان تروح جنب تاني في بلدك، تأشيرة سياحية عشان يعدي يدخل ألمانيا الشرقية ويرجع إلى ألمانيا الغربية أو برلين الشرقية ويرجع إلى برلين الغربية. أثناء عبوره وعودته تقابل مع سيدة لطيفة جدا وبنت جميلة جدا اسمها مارجريت ثوارو.
مارغريت ثوارو كانت مقيمة مع والدتها وكانوا بيمروا بظروف صعبة، وكان شأن ألمانيا أو برلين الشرقية كانت فيها معاناة اقتصادية كبيرة في هذا التوقيت، فكانوا قرروا بعض الارتباطات بقى والحب والقرار ان هم يتزوجوا، وبقى بينهم ألفة كبيرة وحب كبير ومش قادرين يستغنوا عن بعض هما الاثنين. قال لها طيب نتزوج ونذهب للعيش في النمسا. كان الموضوع صعب ان هم يرتبطوا، وكان الموضوع صعب انه تنتقل معاه من مكان الى اخر، وكانت والدتها خايفة عليها في الانتقال، قالت لها انت مش هتمشي وبعدين تموتي في اي مكان، انا ما اعرفش عنك حاجة، وهتعبروا الجدار وعبور الجدار هيكون مغامرة كبيرة جدا، انا موجودة معاكي ومش هسيبك. فضلوا يرتبوا للموضوع، قرر هذا الشاب المهندس انه يذهب الى نقطة في العبور اسمها تشارلي في الجدار بدراجة نارية، ويراقب الجو شكله ايه، يشوف ازاي ممكن يهرب من جدار برلين، ازاي ممكن يعدي. وصل لقى انه ارتفاع الحاجات اللي موجودة في الجدار اللي هي الفجوة اللي موجودة تحت في نقاط التفتيش ارتفاعها تقريبا ما بين 90 لمتر 90 سنتيمتر، في مسافة متر يقدر يعدي منها أو تقترب من هذه النسبة تقريبا. فقرر أنه في المسافة اللي مفتوحة أو فاضية أو في هذه الفجوة أنه ممكن يعدي بعربية منخفضة من السيارات اللي هي المنخفضة اللي يقدر يسوقها ويعدي في هذه النقطة. طيب دي هتكون ممر هروب، هيجري في المنطقة دي، هيهرب إزاي من الحرس اللي واقفين، وهيجيب خطيبته ووالدتها معاهم إزاي، وهذه القصة المثيرة والغريبة. اتفق مع خطيبته ومع والدتها ان هم هيناموا في العربيه بشكل عرضي. والدتها قالت انا هنام في شنطه العربيه لانه هيتضرب عليكم رصاص، فانا هكون اول جسد موجود يتلقى الرصاص، وبنتي تكون موجوده في ظهر الكرسي بتاعك، وبالتالي الرصاص هيجي فيا انا ومش هيجي في البنت، او اطلاق الرصاص اللي هيحصل او النار اللي هتحصل ضرب هيجي فيا ومش هيجي في بنتي ولا فيك. وبالتالي هي كانت بتنقذ بشكل إنساني وبتضحية رائعة جدا، حبينا نجيبها لحضراتكم في عيد الأم أو غدا عيد الأم، حبينا نذكرها لحضراتكم أنها بتنقذ قصة الحب الخاصة ببنتها وبتحمي بنتها مدام ده قرارها. هنا رتبوا الموضوع، جاب عربية بتتميز بهذه المواصفات حضراتكم شايفينها قدامكم اهي في الصورة، وبدأ اسمها أوستن هيلي سبرايت، دي نوع العربية. طيب هيعدي ازاي؟ اللي نايم ورا في الصندوق الأم، هي اللي نايمه ورا، اللي نايم بعدها عشان لو حصل ضرب او اطلاق رصاص تيجي في الام وما تجيش في البنت. وحطوا لها مجموعه طوب كده وحجاره حواليها عشان لو يعني الرصاص ما يوصلهاش باكبر قدر ممكن او باكبر مساحه ممكنه. والبنت نامت ورا الشاب المهندس اللي هو في الصوره هاينز ماكسنر، وهذه الفتاه اللي هي مارغريت ثوارو نامت في النص. وطيب يعمل ايه؟ خفض فض هواء من عجل العربيه، شال الازاز او الزجاج الامامي بتاع العربيه خالص زي ما حضراتكم شايفين، يعني ما فيش مساحه انه ما فيش ازاز موجود قدامه، وخد العربيه ودخل على نقطه التفتيش وهو مغطي الام وقافل شنطه العربيه ومغطي البنت. انتبه الضباط اللي موجودين في نقطه التفتيش اللي هو بيعدي منها انه في حاجه غريبه، فبصوا في العربيه وقالوا له، خدوا منه الجواز السفر بتاعه، قالوا له اركن على جنب نوقفك يعني ونستوقفك ونفتش العربيه. هو رايح يركن على جنب، انطلق بسرعه، عدى من المسافه المفتوحه تحت الحاجز، وقدر انه يجري بسرعه وينتقل الى النقطه اللي بعدها اللي تم استقباله فيها في المانيا الغربيه وسمحوا له بالدخول. انتشرت القصه بشكل كبير جدا، ازاي الام دي غامرت بنفسها وازاي هذا الشاب غامر بنفسه، وقصه الحب دي ازاي استطاعوا ان هم يعبروا بيها الى مكان اخر. التقطتهم الصحافه وقالوا لهم، طبعا المشهد ما توثقش في ساعتها، لكن الصحافه طلبت منهم انهم يعيدوا تمثيل المشهد مره ثانيه. التقطت هذه الصوره وتم نشرها صحفيا بشكل كبير جدا كمحاوله الزواج والحب والارتباط عبر الهروب من جدار برلين، او عبر المرور سهوا، او مغامره الهروب عبر جدار برلين في هذه الصوره. الصوره طبعا او الحدث تم توثيقه في مايو 1963، وعقب هذا الحدث تم التقاط هذه الصوره التمثيليه، لكن وثقت القصه كحدث انساني مؤثر جدا وملهم جدا. بعد كده بنتكلم بقى
لأنه حصل حالات كتيرة زي دي، ناس كتير قلدت قصة الهروب دي، في ناس اتقبض عليها، في ناس اتحكمت، في ناس ماتت وأطلق عليها الرصاص، لكن بقيت هذه القصة أيقونة للهروب بالحب وبالمشاعر الإنسانية من أجل الارتباط والزواج ولو عبر جدار برلين بكل القيم العسكرية أو بكل المعدات اللي موجودة عليه. دي القصة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم النهاردة. نختم معاكم بقى الوقفة دي سريعا عشان نذهب إلى تشارلز ديكنز وحكاية تشارلز ديكنز. نقف معاكم بمناسبة عيد الأم عند هذه الأغنية اللطيفة. الحقيقة أنا يعني ما بحبش أتكلم عن الأم والأب بشكل كبير لأن أنا بتأثر جدا، بعدين يقولوا علي عيوطة بقى وبعيط والحاجات دي، ولكن كل سنة وكل أمهاتنا بخير، كل سنة وكل أمهاتنا بعافية وبصحة، اللي موجودة ربنا يديها الصحة، واللي توفاها الله ربنا يغفر لها ويسامحها. بنفتكرهم، بندعي لهم، بنقول لهم كلام حلو، اللي موجودة كل سنة وهي طيبة. والنهاردة في هذه الذكرى كمان الأب، يا جماعة الناس اللي أهلها لسه موجودة وبخير، كسبوا ودهم وكسبوا رضاهم، وبر الوالدين ده والدعوة اللي بتيجي من أم وأب راضين، نقدر نقول إيه، دي النفحة اللي بنتعكز عليها في الدنيا، هي الحاجة اللي يعني ربنا ساترها معانا بسبب الدعاء الجميل ده وبسبب البركة اللي بتيجي من وراء بر الوالدين. أروح مع حضراتكم لأغنية محمد فوزي عشان ما أطولش أكتر من كده وأتأثر أكتر من كده. أروح معاكم لأغنية أحن قلب في الدنيا أمي. الأغنية دي أغنية لطيفة جدا، غناها الفنان الكبير محمد فوزي، وكانت بتشاركه في الغنى بتاعها المطربة نازك، والأغنية اتغنت في فيلم كل دقة في قلبي. هذا الفيلم طبعا كانت من كلمات الشاعر الكبير عبد العزيز سلام ومن ألحان الفنان محمد فوزي. محمد فوزي حالة ما جاتش ولا تكررت، حالة عظيمة جدا. كلمات الأغنية إيه؟ أحن قلب في الدنيا قلبك انتي يا أمي، وأغلى حب في الدنيا حبك انتي يا أمي، ربيتي أختي كبرتي أخويا، تعيشي ليا انتي وأبويا، حبك يا أمي يجري في دمي وكل غالي يرخص عشانك، سهرتي جنبي وشلتي همي وكل ما أكبر يكبر حنانك. أسيب حضراتكم تسمعوها مع محمد فوزي، واحدة من الأغاني اللطيفة جدا كانت مؤثرة في هذا التوقيت، والموسيقى بتاعتها جميلة جدا. كل سنة وكل أمهاتنا بخير، كل سنة وأمي طيبة وربنا يرحم أبويا ويسامحه، كل سنة وكل أمهاتنا بخير، وكل عيد أمي يعدي على مصر إن شاء الله، وهي الأم الكبيرة لينا بخير وبركة وبعافية، ومصر عافية، ومصر قادرة تكمل الخطوات بتاعتها. وبنقول دايما إن مصر ولادة، وأمهات مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى هم اللي ساندين البلد دي، وهم اللي واقفين جنب البلد دي وقفة شديدة جدا. ربنا يبارك فيهم ويبارك في كل أم قدرت تأدي رسالتها وقدرت تقدم رسالة محترمة مع أولادها ورسالة قديرة مع أولادها، ربنا يبارك فيها ويرحمها في الحياة وفي الموت. اللي أمه عايشة لو سمحتوا، بر الوالدين مش محتاج عيد، وبر الأم مش محتاج عيد، واللي أمه توفاها الله الزكاة والصدقة وافتكارها بالدعوات وبالرحمة وبالحاجات دي، ممكن تكون رسالة وهدية حلوة ليها. كل سنة وحضراتكم بخير. كاتب قلمه صورة حية عن بريطانيا القديمة، فصارت رواياته خير دليل على كلاسيكيات الأدب العالمي وشخصياته الذائعة الصيت بين قرائه. ورغم شهرة قصصه بالنقد المجتمعي اللاذع، فقد حجزت مقعدها الأثير في قلوب عشاق الأدب الرقيق. إنه الأديب الإنجليزي الكبير تشارلز ديكنز. ولد تشارلز عام 1812 في المدينة الساحلية الواقعة جنوبي إنجلترا بورتسموث، ونشأ في كنف أسرة تعاني الفقر، وقيل إن والده أسرف حتى تراكمت عليه الديون وضاقت به الحال وأودع في السجن، مما دفع تشارلز إلى الخروج للعمل وهو في 12 من عمره. تعددت مهن ديكنز خارج الدراسة، لكن أقربها إلى الكتابة كان عمله مراسلا صحفيا عام 1833، وبعد 3 أعوام فقط كان تشارلز يخطو أولى خطواته في مجال السرد الأدبي من خلال نشره كتابه الأول هزاليات بقلم بوز. توالت الكتابات ومعها ازداد اسم تشارلز شهرة في أوساط القراء والنقاد، فأبدى أعماله الخالدة مثل أوليفر تويست وعامل التحويلة
وقصة مدينتين والآمال الكبرى وغيرها من الأعمال البالغة الشهرة والقيمة على حد سواء. توفي تشارلز ديكنز وهو في 58 من عمره حسب بعض الأقوال، تاركا وراءه أعمالا لا تنسى ميزها المختصون بالقدرة على توضيح الفوارق الاجتماعية في بريطانيا في النصف الأول من القرن 19 على يد ذائع الصيت تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز سريعا، وقلت لحضراتكم عندنا مجموعة من الأعمال خدت شهرة وصيت عالمي كبير جدا واستمرت تاريخيا، بنتكلم فيه في فترة زمنية كبيرة جدا لكنها متجددة بيعاد طباعتها. ليه الناس لحد دلوقتي تقرأ لهذا الرجل؟ ليه الرجل ده استطاع أن يكون واحد من رواد النثر ورواد الواقعية ورواد الخيال ورواد البحث في المجتمع والمطالبة بحقوق هذا المجتمع أو نشر العدالة الاجتماعية؟ كل المكونات دي بالتأكيد جاءت من محطات مختلفة في السيرة الذاتية الخاصة بي أو في رحلة هذا الأديب والكاتب والقاص والروائي الشهير الإنجليزي، وفي نفس الوقت عندنا مجموعة من الأعمال اللي قدرت أنها تضع بصمات جديدة ومحطات جديدة ورؤى جديدة. إيه اللي كان فارق في تشارلز ديكنز جعل له هذه القدرة على المعاصرة والديمومة؟ هنعرفه النهاردة من ضيفتنا اللي منورة الاستوديو، الدكتورة شيرين مظلوم، أستاذ الأدب الإنجليزي ووكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس. دكتورة شيرين أهلا بحضرتك، منورة مساء مع قصوى. اهلا بيكي، اهلا بيكي، انا سعيده بوجودي معاكي وسعيده بالبرنامج وبطريقته وبتناوله ربنا يخليكي حضرتك منورانا وانتوا اللي بتنورونا وبتخلونا طعم يعني. ميرسي ميرسي. خلينا نبدا مع حضرتك من حياه تشارلز، كيف بدا هذا الرجل؟ ايه سر المعاناه اللي كانت في حياته والناس كلها بتتداولها من خلال الكتابات وغيره، وماذا قدمت هذه المعاناه بعد ذلك خلته يقدر يعمل اول عمل ليه؟ تشارلز ديكنز عاش في العصر الفيكتوري وهو العصر الخاص بالقرن 19 وبحكم الملكة فيكتوريا، وكان الحقيقة خد طفولة يعني صعبة، إلا أن أهم ما تميزت بيه طفولته أنه كان كل ما بيقع بيقوم، فهو في سن قوي. واعتقد ان ده انعكس على كتاباته صحيح. الكثيره جدا، هو بيعتبر يعني احنا بنسميه حتى بالانجليزي بروليفيك من كتر الرينج بتاع كتاباته واسع جدا جدا، لكن فكره ان هو دايما عنده البعد الانساني الخاص بالمعافره ده يمكن اكتر حاجه خلت كتاباته مستمره معانا لغايه دلوقتي. فاحنا لو بصينا كده على حياته، حتى التقرير كان لافت النظر للموضوع ده، هو في سن 12 سنه اضطر يسيب المدرسه ويشتغل، اشتغل في مصنع من المصانع اللي بتعمل الماده اللي بينظفوا بيها المداخن، فكان بيحط الليبلز على المصنع، وبعدين ده نتيجه لان والده مر بضائقه ماليه وديون فاضطر يتسجن، فهو قام بدوره ان هو يصرف على الاسره اسره كبيره بقى، ثمان اطفال يعني سبع اخوات. فمن وهو سن 12 سنه وهو ابتدى نقدر نقول ان هو خرج للحياه وابتدى يشوف الواقع الاليم، لكن هو ما استسلمش للواقع الاليم، وده هتلاقيه منعكس في كتابات كتير جدا جدا، خصوصا شخصيه الطفل اليتيم اللي ما بيستسلمش للواقع وبيعافر لغايه ما بيوصل ان هو ينجح ويحقق ذاته في الحياه. بعد كده يعني دخل رجع المدرسه تاني لما الظروف ابتدت تتحسن شويه، لكن في سن 15 اضطر يسيب المدرسه لتاني مره وابتدى يشتغل يعني زي فراش، وبعدين ابتدى يشتغل زي مراسل بالقطعه، كان بيكتب اللي هو التعليقات اللي بتتعمل على التصوير. طبعا زمان كان في فكره ان هم بيرسموا الالستريشنز بتاعه الايفنتس الرياضيه وابتدى يتعرف ان هو بيعرف يكتب حلو، لان التعليقات البسيطه دي كانت تعليقات فيها عين حساسه للاحداث وفي نفس الوقت فيها حس فكاهي. وابتدى بقى يعني في سن 24 ابتدى ينشر اول حاجه زي سكتشات كده، مجموعه من السكتشات اللي هو كان مجمعها، وابتدى يعني تدريجيا ينشر. طبعا الفتره الاولانيه ان هو اشتغل كمراسل ابتدى تعرفه بمجال الصحافه، واول ما ابتدى يكتب خالص كان بيكتب بشكل تسلسلي، فكان بيقسم الروايه بتاعته لحلقات، الحلقات دي بتنزل
في الجورنان كل مثلا اسبوع، وطبعا كان بياخد مبالغ زهيده جدا جدا في الوقت ده، لكن كان بيقدر. في النقطه دي انا بعتذر لمقاطعه حضرتك، انه في النقطه دي عشان ما نتجاوزهاش كان هو مجبر على ده، مش انه بيدعي لانه ما كانش عنده وقت، كان بيعمل في اعمال مختلفه فكان بيكتب ويبعت ويستفيد بالوقت في حاجه تانية، مش انه كان متعمدها. هو ده كمان كان طبيعه النشر في الوقت ده، انه القارئ في الوقت العصر الفيكتوري كان محتاج ان هو يبقى دايما في حاجه بترفع عنه، فالجرايد وفكره ان يبقى في روايات مجزاه كانت هي ما يوازي المسلسلات في واقعنا. فهم كانوا بيستنوا بالظبط، هم كانوا بيستنوا الحلقات وبيعيشوا الشخصيات ولكن في الشكل الورقي. فده كان الاسلوب السائد للنشر في الوقت ده. يعني ده ياخدنا لمحطة تانية، وهو النقلة الأخرى اللي بعد ده من المبالغ طبعا البسيطة والحاجات التجربة الأليمة والكبيرة اللي عدى بيها، ننتقل إلى فكرة انتشاره بقى وقيامه بعمل يثير الانتباه أو يكون لافت للأنظار، فالناس تبدأ تبحث عن اسم تشارلز ديكنز. طبعا هو له أعمال كتيرة ناجحة جدا، لكن يمكن هو مرتبط في الأذهان بأوليفر تويست. وأكيد الناس كتير عارفة أوليفر تويست، مش بس كالعمل الأدبي، لكن كمان إحنا كنا بندرسها زمان في المدارس في الأشكال اللي هي الأقصر منها. في مجموعة من الأفلام يعني كتيرة اتعملت على أوليفر تويست، لكن في الوقت ده أوليفر تويست كسبته شهرة. كان طبعا النقد الاجتماعي اللي موجود فيها كان في الوقت ده كان معمول بشكل ساخر وفي نفس الوقت بشكل يدعو للتعاطف، فهو قدر يعمل المزيج اللي كان مطلوب في المجتمع في الوقت ده عشان يبقى فيه موقف بيتاخد تجاه دور الأيتام والتعامل مع الأيتام. فابتدى يبان أثره، وأثره ككاتب مؤثر في حركة الإصلاح الموجودة في إنجلترا. يعني القرن ال19 معروف بأنه هو كان يعني حركة الإصلاح نتيجة لأنه الإنجليز ما كانوش عايزين يعني يشوفوا نفس مصير الفرنسيين في الثورة الفرنسية، فهم عملوا الإصلاح بتاعهم، والإصلاح بتاعهم كان متدرج. وديكنز كان له دور كبير جدا جدا في أنه هو يكشف القضايا الاجتماعية المختلفة بشكل يجمع ما بين الإنسانية وما بين الجد وما بين السخرية والفكاهة، فبالتالي كان بيوصل لقاعدة عريضة جدا من الناس. خصوصية ديكنز في النقطة دي أنه كان بيكشف الألم بحس ساخر أو كان بيقدم الواقع المؤذي والملفت أو المثير للحزن بشكل ساخر، فخلى فيه قبول عام لما يأتي من ديكنز وخلى فيه تفاعل عام لما يأتي منه. الخط ده واستطعته أنه يستمر عليه، وهسمع من حضرتك طبعا تفاصيل أكتر في الموضوع ده، سر من أسرار ديمومة ديكنز بعد ذلك، وسر من أسرار التعاطف عظم فكرة تشارلز ديكنز في المجتمع الإنجليزي وصولا إلى العالمية؟ أكيد. لأن كمان اللحظة المواتية، يعني إحنا اتفقنا أن ده كان المناخ العام في العصر الفيكتوري، هو مناخ الإصلاح. ديكنز كان بيقوم بدوره بشكل واصل لناس كتير ولمؤسسات كتير، وكان يعني دايما النقد له كان دايما نقد في شكل بناء وفي شكل ايجابي، سواء جوه انجلترا او بره، وده خلاه يتعظم دوره اكتر. وجا النجاح الشخصي مع فكره ان هو قادر يقوم بدور الاصلاح. فاكيد ده طبعا سر من اسرار ان هو، وسر من اسرار ان هو يعني لا زال يقرأ إلى اليوم ونحس معاه بأن احنا متعاطفين وفاهمين وفعلا عندنا استعداد أن احنا نصلح ونغير. المحطات بقى اللي بعد كده بعد أوليفر تويست، بعد أوليفر تويست طبعا هو حصل له مرحلة النقاد بيسموها مرحلة الظلام أو الدارك فيز بتاعته، اللي هي المرحلة اللي لما والده توفى وبنته توفت. هو كان عنده 10 أطفال، منهم واحدة توفت، وفي كتب يمكن كتابين من الحاجات اللي احنا نقدر نعتبرها ان هي كئيبة شوية. حتى احدى هذه الروايات اسمها البيت الكئيب او بليك هاوس، وهارد تايمز اللي هي الاوقات الصعبة. لكن برضو الطبع بيغلب والشخصية بتغلب، فهو قدر يطلع برا المرحلة دي ويستعيد تاني التوازن اللي خلاه يكمل بعد كده ويعمل العمل اللي بيعتبر اهم اعماله، اللي هو أمال عريضة، اللي هو Great Expectations.
العمل ده كتير بيعتبروه جزء من حياته الشخصية، لأن هو بيتتبع برضو نفس فكرة الطفل الصغير. طبعا هو يتيم، لكن ديكنز ما كانش يعني يتيم في السن ده، اللي بيقدر ان هو يتغلب على صعاب كتير جدا 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 لغايه ما بيحقق حلمه في الاخر، حلم ان هو يبقى جنتلمان. هو قيل في الجزء النفسي انه كان بيرى نفسه يتيم طول الوقت، لانه فاقد فكره الدعم الابوي، فكان حاسس انه طول الوقت يتيم، وبيسقط الحاله في الاعمال اللي بيكتبها في سياق الطفل اليتيم. بالظبط. ومع ذلك هو وفاة والده كانت بالنسبة له تجربة أليمة جدا، وهو هنا عنده البعد الإنساني الخاص بفكرة أنه الإنسان مليء بالتناقضات. يعني منين أنا ما حسيتش بالدعم الأبوي في حياتي، لكن منين جزء من التجربة الأليمة بتاعتي كانت فقد والدي وإحساس الفقد ده. فأعتقد أنه تلمسه للمشاعر الإنسانية بعمقها وقدرته على صياغتها بشكل رقيق خلاص، وفي نفس الوقت شكل يوصل للناس، ده احد اسباب ان هو يعني ديكنز. بعد كده انتقال لمحطات مختلفه، لو حبينا نسلط الضوء بقى على ابرز الاعمال التي جاءت بعد امال عريضه بنجاحها الكبير، واللي الناس بيقال انه في اوقات مختلفه شافوا فيها الحلم اللي قد يتحقق في يوم من الايام، فبقى البدايه بتاعت انتشارها الشباب والقراءات الصغيره، وبعد كده بدات تستمر لاكثر من ذلك. المحطات اللي بعد كده بقى ايه حضرتك سلطينا الضوء على اعمال؟ المراحل المتأخرة ابتدى هو يعمل يعني روايات ممكن نقول ان هي اعمق، بتشابك اكتر، بشخصيات متشابكة اكتر. يمكن من الحاجات اللي ما خدتش حقها قوي في الوقت اللي هو عاش فيه، ولكن في القرن العشرين النقاد رجعوا لها وابتدوا يشوفوا قد ايه هي فيها حرفية اعلى ومهنية اعلى في الكتابة. كانت حاجة اسمها Our Mutual Friend، او صديقنا المشترك، ونقدر نشوف فيها بوادر الجمع بين الواقعية النقدية اللي هو طبعا يعتبر من أكتر الرواد فيها في الرواية الإنجليزية، وبين ظهور اللي احنا نقدر نسميه بعد كده الديتكتيف ستوريز، أو القصص المخبرين، اللي هي ابتدت تبقى منتشرة جدا جدا في أواخر القرن ال19 بظهور بقى شخصيات زي شارلوك هولمز وكده. فهو ابتدى بالظبط ابتدى يدفر، وده برضو معناه ان هو كان واعي جدا جدا للقارئ عايز ايه وايه اللي يقدر هو يعني ازاي يقدر يطور من الحرفيه بتاعته الادبيه عشان يعمل التوازن ما بين ان هو يدي القارئ اللي هو عايزه، لكن في نفس الوقت يفضل هو برضو على البرنامج اللي عنده الاصلاحي، ان هو محتاج ان هو يبقى جزء من حركه الاصلاح اللي موجوده في الوقت ده. من الحاجات اللي كانت مثيره وعجبني كلام حضرتك عن فكره انه بقى اعمق وبقى انضج، انه المجتمع تقبل منه النضج والعمق ده. بعض الناس اللي انتقدت كتاباته في اوقات بعد ذلك يعني قالوا انه هو كان تحول الى اسم خلاص بقى موجود، فاي حاجه هيكتبها الناس هتشتريها. في الجانب الاخر اللي ربما يكون يعني بيرى انه اكثر انصافا لحضرتك اتكلمتي فيه، انه فعلا بقى عميق وبقى لامس اكثر واقع المجتمع، وبالتالي كان ده فعلا سبب انه الاعمال حتى وان اختلف شكلها بقت موجوده وبقت اكثر قراءه واكثر انتشار وترجمه بقى وانتشار للعالميه. تمام بالظبط. يعني ايه الجانبين اللي كانوا النجاح لا يمنع ان الانسان يبقى برضو لسه عنده طاقه ابداعيه. فيمكن الحركه النقديه اللي على ديكنز طبعا هي ممتده جدا جدا ما بين الكتب وقت ما هو كان موجود وما بين احنا عندنا قرن فرق او قرن كل اللي بيجي بينتقده برضو بالظبط. فهو كل اللي بيجي بينتقده، لكن ما يقدرش كون ان في حركه نقديه لغايه دلوقتي على ديكنز، ده معناه ان ديكنز لا يزال مهم معاصر صحيح ولا يزال قيم. فدي حاجه يعني تميزه. وفكره ان هو كان بيعمل التوازن ما بين الجمهور وارضاء الجمهور، وما بين ان هو بيقدم حاجه فعلا فيها مثلا فكره المثل الاعلى، فيها فكره انه الشخص الطيب خلاص حتى لو قابل مثلا اشخاص ممكن تكون شريره او ممكن تكون مستغله، لكن النهايه دايما بتبقى ان
طيب والعدالة هو ده اللي بينتصر خلاص. إن حتى في مثلا قصة مدينتين يعني حضرتك مش عايزة تقولي حاجة عنها وأنا سايبك. لا لا، فكرة التضحية بالذات خلاص من أجل الآخر، وإن ده قمة الحب، معنى مهم جدا. وهو الحقيقة كل الروايات، وعشان كده هي بتدرس لغاية دلوقتي، وعشان كده هو بيعتبر تاني أعظم كاتب إنجليزي بعد شيكسبير، عشان فكرة إنه هو عنده قيم إنسانية بيقدر يوصلها بشكل بسيط وبشكل يلامس الناس فعلا. ايه الصيغه العامه اللي كان بيستخدمها في المفردات او في الجمل اللي كانت موجوده؟ ايه الجمله او ايه الحس اللي بيميز الجمله اللي يعني بالتاكيد ومهما نضجت وتطورت بتبقى هي البصمه بتاعته؟ بصمته في الجمل اللي كان بيكتبها بتتميز بايه او شكلها ايه؟ هو كان بيعرف يقدم كل شخصيه باللهجه وبطريقه المفردات اللي جايه من الواقع الاجتماعي بتاعها. وده اعتقد نتيجه للنشاه بتاعته. يعني هو فكره ان هو تعامل مع الواقع اوكي واشتغل شغلانات مختلفه، فكره ان هو كان مراسل صحفي في وقت من الاوقات خليته يتعرض لشريحه كبيره من المجتمع، فبالتالي هو لما يجي يعمل واقعيه هو عامل الواقعيه بحقه حقيقي. هو عارف يوصل انه مثلا الشخص الشحات اللي ماشي في الشارع هيبقى بيتكلم بطريقه ومفردات وبجرامر وبنحو بشكل غير الجنتلمان اللي قاعد في القصر او في يعني في النادي او مختلفة. اوكي بالظبط. فهو قدر يعمل كده، ومن هذا الاساس هو يعتبر من الناس اللي بتعكس الواقع المجتمع بجد يعني بالزبط. او بصدق بالزبط. يعني بالزبط. لو حضرتك بتنصحي المشاهد بقراءه اعمال تشارلز ديكنز، ايه الاعمال اللي يبدا بيها وايه الاعمال اللي يتصاعد ويوصل لها؟ طيب هو تيل اوف تو سيتيز وجريت اكسبكتيشنز اللي هم قصه مدينتين والامال العريضه، هم البدايه اللي هتخليهم يحبوا ديكنز. وطبعا ديكنز في ميزه ان هو موجود في كل الاشكال، يعني في من اول حضرتك عفوا توقعت حضرتك تقولي دول اخر عملين. لا يبدا من دول يبدأ مش من هتبقى دول. بدايه انه يعني ينطلق فجاه في عالم ديكنز فيكتشف انه في اوليفر وفي كذا حاجات تانية بشكل بس مختلف. هم دول اللي هيشدوا القارئ انه يكمل لان هم يعتبروا في المرحله الوسطيه بتاعه عمره، فهم فيهم كل حاجه. يعني فيهم الحبكه وفيهم السلاسه في نفس الوقت. تمام. فما هماش ممكن نقول ان هم سهلين وبسط يعني زي الاعمال الاولى، وما هماش معقدين ومركبين زي الاعمال الاخيره. طيب لو في امهات بتقرا للاطفال وكده اوليفر والحاجات دي ممكن تبقى لطيفه ولا تبقى قاسيه عليهم شويه؟ هو ميزه ديكنز ان هو متاح يعني سواء في كتب ممكن تجيبيها او موجود اونلاين بكذا فيرجن، يعني في فيرجنز اللي هي القصيره اللي تصلح للاطفال. تمام. وحتى بتبقى مصنفه هي تصلح لسن كام. جميل. وفي منه كمان، ودي حاجه بقى الانترنت عملها لنا دلوقتي، ان انا ممكن يبقى عندي الكتاب المسموع المقروء والمسموع وفي ترجمات يعني في بالعربي. فهو ميزه ديكنز مع الاطفال ان هو ممكن يبقى وسيله كويسه جدا جدا عشان الطفل يتعود يقرا، وفي نفس الوقت برضو يتعلم القيم الإنسانية الجميلة اللي احنا بنفتقدها دلوقتي. دي ملاحظة جميلة من حضرتك وبضم صوتي لصوتك. نبدأ بقى بالحاجات اللي دكتورة شيرين قالت عليها ونفتح كده شهية الأطفال لحد ما نوصل بقى لقصة مدينتين والحاجات الجميلة دي. أنا بشكر حضرتك ونورتينا ولينا وقفات تانية بقى مع حضرتك نناقش أكتر في كتابات ديكنز وغيره من العالم الأدب الإنجليزي. دكتورة شيرين مظلوم أستاذ الأدب الإنجليزي وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس، نورتي الدنيا كلها وشكرا لوجودك الكريم معانا. نورتينا. مع حضراتكم من هذه الوقفة إلى صالون المساء مع قصواء، والوقفة النهاردة مختلفة جدا، خليكم معنا وتابعونا. فنان متعدد المواهب يعرفه الجمهور ممثلا وتذكر المشاهد أدواره على الشاشة الصغيرة، ويعرفه المتخصصون أستاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية ومخرجا مسرحيا قدم العديد من الأعمال المميزة، لكنه أيضا كاتب ومترجم وراو في عدد من المسرحيات الموسيقية للأطفال، كما قدم العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات النقدية
إنه الفنان الشامل القدير الدكتور محمد عبد المعطي. ولد الدكتور محمد عبد المعطي في القاهرة عام 1943، وبدأت صلته بالمسرح مبكرا منذ أن حصل على الثانوية العامة وتخرج في قسم التمثيل عام 1967، متنقلا بعدها بين مسارح الدولة مع المخرجين الكبار نبيل الألفي وحمدي غيث وكمال ياسين وأحمد ذكي وعبد الرحيم الزرقاني، حتى عام 1975 حتى سافر النمسا وحصل على درجة الدكتوراه في علوم المسرح عام 1985. شارك في العديد من المسلسلات بأدوار نوعية فارقة، من أهمها سنبل بعد المليون وبوابة الحلواني واللص والكتاب وفرتيجو وأسيا وإتش دبور، كما شارك في أفلام مصور قتيل وياباني أصلي وسينوبيزم، وكذلك الفيلم الألماني رجل البيانولا بدون معطف. حصد العديد من الجوائز، من أهمها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عن الإخراج في مسرح الطفل عام 1993، وجائزة أحسن ممثل، جائزة الإبداع الذهني في مهرجان الإذاعة والتلفزيون السادس عام 2006. كذلك ترجم العديد من المسرحيات عن الألمانية، من أهمها صيد الفئران للكاتب بيتر توريني، الحرية في برلين لفاسبندر، ووثائق الدم لأتولف جارت، وإيفجينيا ابنة الملك عن بوربيديز المعدة للأطفال. الفنان القدير محمد عبد المعطي يتحدث عن مشواره ومعارفه الموسوعية في صالون المساء مع قصوى. واحد من أصحاب الفضل علينا كأجيال مختلفة في عوالم مختلفة، بنتكلم من الكتابة والترجمة والتمثيل والإبداع والإخراج والفن، كل محطة هتتوقف فيها عند موهبة هتتوقف عند موهبة الدكتور محمد عبد المعطي. الأستاذية الخاصة بالدكتور محمد عبد المعطي محطات كثيرة جدا، تعليم لأجيال كثيرة جدا، تدريب لناس كثيرة جدا، صاحب أيادي بيضاء على الكثير من الوجوه والكثير من النجوم، وغيرها أيضا الجزء الخاص بعالم الأطفال وإبداعه في عالم الأطفال وفي مسرح الطفل وفي محطات تخص الأطفال دقيقة، كان شيء ملهم وكان شيء مؤثر جدا. النهاردة بنشرف به وجوده معانا وبنسعد بوجوده معانا، نمشي معاه في رحله كده مصغره وعميقه ايضا في محطاته المختلفه وفي ثقافاته الموسوعيه المختلفه. واحد من الموسوعيين الموجودين عندنا الدكتور محمد عبد المعطي، منور الدنيا يا دكتور. اهلا وسهلا، انا سعيد بهذا اللقاء مع سيادتك. لان انا كنت خايف. ليه بس خايف؟ ليه يا دكتور؟ لا ازاي، ده حضرتك استاذ. لا انا قدام مذيعة مقدمة مثقفة واعية بمواضيعها اللي بتكلم فيها، وده شيء جميل. ربنا يبارك يعني في حضرتك، نورنا النهاردة يا دكتور، شكرا لوجودك معنا، وجود كريم منك يعني. أنا سعيد بهذا، وبعدين المقدمة دي فيها مجهود فعلا، لأن أنا نفسي بندهش لهذا السي في. أنا بندهش. سيرة ذاتية كبيرة لحضرتك. إمتى تعمل دوت؟ وإزاي؟ يعني نتاج 50 سنة حباً وعشقاً للمسرح وللتمثيل وللإخراج وللكتابة وللترجمة وإلخ وللمؤتمرات، حدوتة طويلة لولا إنها أمتعتني ولولا إن أنا عاشق فعلا للتمثيل والإخراج والدراما عموما. وهو دوت اللي بكسب فيه تلميذي والطالب بتاعي، اني بحاول أشع عليه، حاول أشع عليه هذا الحب فيقتنع، وبالتالي تصل المعلومة. أنا آسف إن صوتي شوية. لا بالعكس، سمعين صوت حضرتك واضح ومجلجل الدنيا. الله يخليكي. هي رحلة طويلة، مش عايز أثقل عليكي. لا بالعكس، جاي نسمعك النهاردة. تبدأ من الهواية
إلى الاحتراف. الهواية إلا أساسها شيء متوارث وشيء مكتسب. متوارث بعدما نكشت في العائلة إن أبو جدي كان صييد. وصييد مين؟ الملك فؤاد. وجدي كان مؤذن وفي جامع أبو العلا. ووالدي كان يتلو القرآن ترتيلا. ورغم ان هو توفى وانا عندي 8 سنوات، لكن ما زلت اذكر وجوده وسط الجيران وهم حواليه وهو يقرأ القرآن بصوت جميل. يعني ده جين متوارث. ده المتوارث. عمي اللي هو اخوه كان مهندس صوت في السينما، اسمه عبد الشافي محمد، وده كان جيل سمير لامه وبدر لامه واسيا وبراكويني. واللي كسبته منه لما كان بيصطحبني الى الاستوديو، استوديو جلال بالذات، في تصوير احد الافلام، ولا انسى فيلم منهم كان اسمه اني اتهم، بطوله شكري سرحان. فعشت هذا الجو من وقت لآخر معه، وعشقت دون أن أدري بالتمثيل وبالسينما وبالدراما. إمتى بدأت خطوات حضرتك بقى تدخل العالم ده وخدت قرار أنك ستبحر في عالم الشغف الأكبر اللي حضرتك شايفه لنفسك؟ أنا قررت أني تكون دي هوايتي. فبحثت وانا في الاعدادي عن مدرسه ثانوي لابد يكون فيها مسرح. ولفيت الى ان وجدت ببتغائي في المدرسه الخديويه اللي هي في السيده زينب. ومن اول سنه كنت ماسك فريق التمثيل وبخرج ويدوني مكافآت على وعملت أعمال يعني فعلا كبيرة عليا. دون جوان لمولير، مأساة جميلة لعبد الرحمن الشرقاوي، وكنت متولي أنا والناس الموهوبين الهواة اللي كان منهم مين؟ مجدي وهبة، سامي صلاح، دكتور سامي صلاح الله يرحمه. دول كانوا اكتشافي وأنا في المدرسة الثانوية معاهم. ده كان سنة كام لو تفتكر حضرتك؟ 62 62 62. وخلصت وقدمت في المعهد وقبلت الحمد لله، وكان حظي في دفعة هم أبطال السينما واللي شالوا السينما والمسرح على كتفهم، امثال نور الشريف اللي كان بيطلع عليا الاول وانا الثاني ثم انا الثاني. هو بتطلع الاول والثاني معاه في سنوات الدراسه. بس هو اتجه للسينما بعد ما خلصنا، وانا استمريت في عشقي للمسرح. خلصنا سنه النكسه سنه 67 وعينت في الهيئة العامة للمسرح، وكانت فرصة عظيمة جدا إني أنا أعمل في حياتي صفحة حمراء، صفحة ساخنة ممتلئة عشق بالمسرح. لفت نظري حاجة يا دكتور محمد، ليه كان في الوقت ده مثلا والسينما والحاجات دي بتبقى يعني مثيرة أكتر، واللي بيتخرج بيبقى عايز يقبل على الظهور على الشاشات وكده، اخترت الطريق الأصعب حضرتك وهو طريق المسرح؟ لأنه أحب لي، كان الأقرب لقلبك. أحب لي.
تعييني في هيئة المسرح اللي اسمها دلوقتي البيت الفني للمسرح أتاح لي الفرصة أن أنا أنتقل لجميع مسارح الدولة من القومي الست هدى لأحمد شوقي مع نعيمة وصفي وتوفيق الدين وعلي كاسب إلى الحديث مسرح الحديث وبلدي بلدي رشاد رشدي تمثيل وشغل محمود دياب الله يرحمه إلى الطليعة أعمال شوقي خميس السندباد إلى الكوميدي أسكر وحرامية لألفين فرق مع أستاذ سعد سعد عرنطش إلى الجيب ده في الأول الأستاذ لأوجين يونسكو إخراج الأستاذ الدكتور كمال عيد ربنا يديله الصحة انتقالاتي من مسرح لمسرح من فرقة لفرقة من نوعية لنوعية ده اداني زخم كويس أوي. ما كانش صعب على حضرتك تمثل كل الأدوار دي؟ ما كانش صعب عليك وكان بيحتاج يعني طاقة مضاعفة؟ لا شك لا شك، لأن قضية التمثيل ليست قضية سهلة، هي قضية معقدة تعقيد الإنسان نفسه ولذلك عملنا معهد الفنون المسرحية معهد التمثيل اللي الطالب يقعد يتدرب فيه 4 سنوات كاملة علشان نقول له ابتدي ابتدي احتراف. دخول حضرتك بقى عالم الشاشة ازاي قدرت تجذبك مرة تانية وانت واخد قرار، حضرتك واخد قرار المسرح والانطلاق في عالم المسرح بشغفه الكبير واستاذيته في الفنون ان تذهب الى الشاشات وترى وتشاهد في الدراما والسينما؟ لا، هو ما فيش فصل او ما فيش قرار، لان التمثيل تمثيل بل ان الشغل التلفزيوني والسينمائي اكثر انتشارا من المسرح ومتعدد، يعني بمعنى شخصياته متعدده على مستوى الكم على مستوى الكم، وهي خبره تكنيكيه لكل ميديا. لم الانسان لازم ياخد باله كويس جدا بيتميز بايه اداؤه امام الشاشه أمام الكاميرا عن المسرح عن الإذاعة لكن الكل تمثيل، الكل بيتفق في المحاكاة الأداء أداء جسدي صوتي، ولكن جسدي هنا مش زي هنا المسرح بتبقى كادر حالة تعبيرية مختلفة مش مختلفة ولكن تطلب تكنيك خاص تكنيك خاص، بمعنى ان انا في المسرح اذا كنت عايز اعمل كلوز اب لوجه ممثل فبدخله في دائره ضوء لكن في السينما في التلفزيون الكاميرا بتوصل لغايه عندي وتقول لي شبيك لبيك وتخش جوه عيني وبالتالي الانفعاله هنا ليها مقاييس والانفعاله هنا ليها مقاييس ولكن الكل يجتمع في الإيهام الاندماج أداء صوتي أداء لفظي أداء حركي أداء انفعالي فالتمثيل تمثيل. عايزة أقف مع حضرتك عشان أقدر أعمل هذا القدر من القدرات والمواهب والتاريخ المشرف والمحترم أجمعه في الوقت الضيق الصغير على المساحة الكبيرة دي. لو رحت مع حضرتك لمحطة الطفل وإخلاص حضرتك لهذه المحطة كان نابع من إيه؟ وماذا قدمت من وجهة نظر دكتور محمد عبد المعطي للطفل؟ مسرح الطفل علميا وتاريخيا وأدبيا وفنيا هو أعظم مكتشفات القرن العشرين. الله.
لاكتشافهم أن هناك وسيلة تربوية جمالية عظيمة تفوق الكتاب، صحيح، تفوق المحاضرة، تفوق الدرس في المدرسة، تفوق أي وسيلة تربوية يربى بها الطفل والنشأ لعمل شعب مستقبلي تتمنى أي بلد. ولغاية الآن ما فيش اقتناع إن المناهج الدراسية بتاعتنا يبقى فيها المسرح، وهذه المناهج تدرس دراميا بالدراما، تدرس بالدراما، ففي الدراما لا ننسى صح الحدث، لا ننسى المعنى، لا ننسى المعلومة، لا ننسى الواقع، لا ننسى التاريخ. يمكن للفلسفة أن تدرس بالمسرح صح والتاريخ ولا كل شيء ولا كل شيء و و و و و و و و واستغلال كلمة استغلال يعني لا الاستفادة من متلقي جديد ليس تقليدي ألا وهو الطفل صح بخياله الشاسع الواسع بليونته باستقباله للمعلومة مسرح طفل وسرعة تعلمه والتعقيد في مسرح الطفل أنه ليس مسرح واحد مسرح الكبار من 18 سنة ده مسرح واحد أما الطفل نو فاللي بيتقدم لطفل من 4 لـ6 مش اللي يتقدم للطفل من 6 لـ12 مش زي اللي يتقدم للطفل من 12 إلى 18 كل مرحلة ليها لغة خطابها كل مرحلة تعتمد على مخزون الثقافي والمخزون التعليمي والمخزون اللغوي لهذا الطفل شوف التعقيد ها كل مرحلة تتطلب مؤلف خاص لغة خاصة تربويات خاصة ديكور خاص أداء تمثيلي خاص مزيكا خاصة من هنا كنا ننادي دائما بلابد أن يكون هناك معهدا لتأهيل المهتمين بالطفل مخرج أو ديكوريست أو موسيقي والحمد لله حصل هذا في أكاديمية الفنون عندنا أحدث المعاهد الآن معهد العالي لفنون الطفل واللي بيتقدم ليه الدراسات العليا وإن شاء الله هيبقى بالبكالوريوس وهمه كله تكوين كوادر تقود الحركة الفنية للطفل في جميع المجالات ومن حظي طبعا إن أنا كنت رئيس قسم العرائس بهذا المعهد عايزة أروح مع حضرتك، أنا عايزة أسمع حضرتك والله يا دكتور، يعني حتى حديثك ثري وقدرتك على السرد يعني رائعة جدا أنا يعني. تعبان شوية. ربنا يديك الصحة والعافية. عايزة أروح مع حضرتك إلى أدوار مختلفة قدمتها والتفاعل بقى مع الجمهور. إيه الأدوار اللي الناس لما بتشوف الدكتور محمد بتبدأ تتكلم معاه فيها أو تعلق له عليها؟ شيء عجيب. كل كلية بخشها. زائر أو للتدريس يقولوا لي تعالى عندنا المجلي بتاعنا بيختاروا شخصية من الشخصيات في كل كلية له مواصفات شخصية المجلي الأوصلي اللي كان معاه حواديت مع سنبل بعد البليون الشخصية لأنها غنية لأنها لم يتناولها كتاب كتير قوي لأنها شخصية واقعية تلمس الواقع الذي كان يعيشه المثقف والدكتور اللي كانوا في هذا الزمن يقولوا لي يا دوك بهذا الشكل
خصوصية تقديم حضرتك كمان أو تمثيل حضرتك وتجسيدك للدور صنعت في الدور قلق وصنعت للدور بريق وصنعت له ديمومة، أنه لحد النهاردة الناس بتتكلم مع حضرتك عنه على الرغم من مضي هذه السنوات الطويلة على العمل. ما هي القضية ليست في الدور وكيف كتب فقط، ولكن هي قضية المبدع، قضية المبدع. وياما شفنا فنانين تشكيليين لوحات ليهم بتتباع بالملايين وهي كانت حتة كرتونة أو ورقة من القمامة، وزي اللي كان بيعملها بيكاسو. بيكاسو كان غني جدا في إنتاجه، كان أي شيء بيرسم عليه. ها، لكن إيه النتيجة؟ ده المهم. وده اللي بنحاوله في تعليمنا للأجيال الممثلين، إن القيمة مهمة جدا، القيمة الحرفية، الوعي، الثقافة، التدريب على الذات، التدريب على الشخصيات، على الأعمال، على الاتجاهات والاتجاهات المختلفة. ولذلك بيتعب الطالب معانا جدا جدا خلال 4 سنوات، نططوا من الكلاسيكية إلى الرومانسية إلى الواقعية إلى إلى إلى، وكل أدب من هذه الأدب، كل نوع من أنواع هذه المسارح، وهؤلاء الكتاب بيمثل النصوص المختلفة في الأداء والمختلفة في التعبير، بتصنع شخصية جديدة أو ممثل مختلف. فهو بيفوت على كل هذه الاتجاهات وكل هذه التيارات، وفي النهاية بنقول له أوكي، ولكن ما بيسيبش أدواته، لأن كل أداة من أدواته لها مادة. الإلقاء ليه مادة، الصوتيات ليه مادة، لغة الجسم ليها مادة، بطومايم، حرفيات، يعني العملية مش سهلة. ربنا يدي لك الصحة والعافية، وننتظر من حضرتك دايما المزيد من التعليم والتأثير وصناعة الفرق، سواء فيما قدمت من قبل ويعاد إذاعته مرات ومرات ونستفيد منه، أو في الجديد إن شاء الله. لربنا يدي لك الصحة والعافية وتقدمه يا دكتور. أنا سعيدة وفخورة بمقابلة حضرتك النهاردة. أنا أسعد، ويسعدني كمان إن أنا أهدي البرنامج آخر الكتب اللي أنا كتبتها عن مسرح الطفل المعاصر بين التربوية والجمالية. اسمحي لي. نتشرف هاخده من حضرتك. شكرا جزيلا حضرتك. تفضل. تسلم إيديك. شكرا يا دكتور. تشرفت بحضرتك، نورت الدنيا كلها. أنا سعيد جدا، ويعني كنت أتمنى إن كل عمل أنا عملته أو خدته أو تعلمته يطرح بشكل كويس إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. نورت الدنيا. شكرا لحضرتك. سعداء بمقابلتك مع حضراتكم من هذه الوقفة الإنسانية الثرية وهذه الهدية القيمة اللي بنسعد بيها. حاولنا أن احنا نعدي مع حضراتكم محطات إنسانية في رحلة واحد من كبار المبدعين المصريين، لسعدنا بلقائه. شوف حضراتكم إن شاء الله الجمعة الجاية على خير في حلقة جديدة من المساء مع قصواء. لكم تحياتي قصواء الخلادي.